هاد الفيديو غادي نوريكم كيفاش تخيو شي ديزاين لشي برينت اون ديماند بلاتفورم ولا شي بلاتفورم ديال الطباعه عند الطلب بحال ماتش با امازون اتسي ريد بابل الى اخره. وهذا الشيء بالنسبه للناس اللي ما عندهم حتى شي علاقه بالديزاين، ما عمرهم ما ديزاينوا في حياتهم من قبل، ما عندهمش اكسبيريونس في هذا الشيء ديال التجاره الالكترونيه، يعني الناس المبتدئين ما غاديش يستغرق لنا بزاف ديال الوقت. هاد الشيء كامل الخوت باش نعطيو الناس كاملين واحد الفرصه باش حتى هما يدخلوا في الدومين ويطحنوا باب هذاك الدولار. اوكي قبل ما نبدا الخوت، بغيت نقول لكم راه غندير لكم واحد جوج ديال الجيفاويز، وحده غادي نديروها مع فيكسلز وحده انا غادي نديرها راسي. غنقول لكم الانفورماسيون عليها ان شاء الله في شي بلاصه في هذا الفيديو هذا، الوغ تبعوا من الاول حتى الاخر باش ما تفوتكمش المعلومه ان شاء الله. دابا لين فهد كنقلبوا على شي ديزاين ديال 4th of July، لقينا شي حاجه بحال هكا مثلا امريكا، بغينا نصوبوا شي حاجه بحالها. غادي نمشيو اسيدي لهذا السيت هذا فيكسلز، عندهم واحد اللعيبه تيسميوها تيشيرت ميكر اللي هو هذا، كتقدر تصوب فيه ديزاينات ديال التيشيرتات. ساهل بالنسبه الناس اللي يلاه بادين، ما تحتاجوا حتى شي مهارات ديال الديزاين. غير باش نوريكم هذا الشيء كيفاش كيخدم، كتمشيو لهنا على التيشيرت موكاب، كتختاروا القدام ولا اللور، كاين ديال الرجال وكاين ديال العيالات. تقدروا تبدلوا الكولور ديال التيشيرت، مثلا نرجعوه كحل بغينا، ها هو ابيض. نمشيو للباك جراوند، نقدروا نبدلوا الباك جراوند لبغينا كما كتشوف. السيكسيون الثانيه هي الجرافيكس، هنا لبغينا نديروا مثلا شي حاجه ديال امريكا، اي حاجه قلبنا عليها غادي تلقى عندهم دي ديزاين اللي نقدروا نستعملوا. اجي نحطوا هذا مثلا ونزيدوا حتى هذه النجمه، نحطوها هنايا بحال كان صغارها شويه، نبدلو التيشيرت موكاب نديرو ديال الرجال، ها هو الديزاين ديالنا تصاوب، ساهله مالو. شنو اللي مزيان، نقدروا نبدلو لي كولور ديال هادو، كتمشي غير لهنا الكالرز، عندهم هنايا بزاف ديال الكالر تمبليتس اللي تقدر تستعمل، كتفك عليها بحال هكا كتبدل. هنايا عندك التكست، تقدر تستعمل التكست كيف ما بغيتي، مثلا بغيتي هاد لافي هذا كتفك عليه، جي نهبطو لهنايا غير باش نديمونستخيو، كتقدر تبدل لافي ديالو كيف ما بغيتي بحال هكا، اديت الشيب ديال كيف ما بغيتي، بغيتي تكبر لافي، بغيتي تصغر لافي، اتسيتيرا. بحال هكا باش نكبرو شويه باش يبان بحال هكا. تقدر تحط فيه مثلا ماسكس الا بغيتي، صبر نكبرو شويه باش يبان. تقدر تحط فيه هذا الا بغيتي ولا هذا، ولا بغيتي التكستشا ديالك كتقدر تطلع داك التكستشا هذيك وتحطها داخل التكست ديالك. يعني فيه شي حوايج اللي شويه زوينين، عندك هاد البلاصه ديال ابلود الا بغيتي تطلع الديزاين ديالك كتطلعو وكتزيد عليه شي حويجات هنايا باستعمال الفيكسلز تيشيرت ميكر، وهنايا كتلقى الديزاينات اللي ديجا صوبتي. وهنا عندك اللايرز، الا داير شيب فوق شيب هنايا كتقدر تمانجيهم بحال هكا. دابا الا بغينا نداونلودو الديزاين ديالنا غادي نبركو هنايا على داونلود، هنا كتبان لينا سيف اريا، يعني واش الديزاين مقاد مزيان في الارت بورد ولا لا، كنبركو على داونلود. اول ديزاين ديالنا كيبان لنا از موكاب بحال هكا، وهذا هو الديزاين ديالنا في البي ان جي، وعندنا حتى الاس في جي فايل الا بغينا نفتحوه في الالوستريتور ولا شي بلاتفورم اللي كيخدم اس في جي فايلز. دابا لو ما بغيتيش تصوب الديزاين ديالك باستعمال التيشيرت ميكر، تقدر دير ديزاين ريكويست، طلبو من عند تيم ديال فيكسلز ويصوبوا لك شي حاجه بروفيسيونال. غتمشي للبروفايل ديالك وغتكليك على ماي ريكويست، لانني مازال ما طلبت حتى شي ديزاين ريكويست هاد الشهر، مازال عندي 7 ديال ديزاين ريكويست. غادي نطلب هاد الديزاين هذا دابا، غادي نبرك على ميك ديزاين ريكويست، هنا غادي ندير التيتر ديال الديزاين، انكوبيه من امازون وصافي، نحط التيتر ديال الديزاين هنايا باش يتشاكي واش فيه شي تريد مارك ولا لا، وهنا غنحطو الرابط ديال الديزاين باش ياخذوه كريفيرونس، ومنين تسالي ويكون كلشي هو هذاك برك على ميك ديزاين ريكويست. منين كطلب داك الريكويست كيبينوا لك ستاتيو ديال الريكويست ديالك. دابا راه الريكويست ديالنا بيندين، هو الديزاين اللي صوبوا لينا طلع واعر الصراحه، وما خداش بزاف ديال الوقت باش يتصاوب، صوبوه ليا في ظرف شي يومين تقريبا. دابا هاد الديزاين هذا الا بغيتي شي واحد يصوبو لك القليله القليله واحد 20 دولار الا صوبو لك من الزيرو، لان هادي كتعتبر الستريشن ماشي ديزاين عادي، يعني ماشي غير دار لك شويه ديال التكست وشويه ديال لي زيفي وقال لك نضج مع راسك، يعني مرسومه من الزيرو هادي، حتى النظاظر مصوبين من الزيرو وكلشي من الزيرو. بالنسبه للسبسكريبشن اللي عندي انا معاهم، عندي اللايف تايم بزنس سبسكريبشن، وكيعطوني 7 ديال ديزاين ريكويست، يعني كل شهر كنقدر نطلب منهم يصوبوا لي ديزاين بحال هذا يكون كومبلكس وداك الشيء هذاك، وكنقدر نصرف فيه كيف ما بغيت. يعني الا جينا نحسبوا، الا طلبت 7 ديال الديزاينات بحال هادو كل واحد القيمه ديالو تقريبا 20 دولار، ها هي 140 دولار. الوغ داك الاشتراك ديال فيكسلز غادي يخلص راسو براسو. وبالنسبه للناس اللي انتريسي وباغيين ياخذوا سبسكريبشن ديال فيكسلز، راه عاطيني 35% ديال الديسكاونت اللي نعطي لكم الخوت الا درتوا الانيو سبسكريبشن. بالنسبه للناس اللي باغيين يعرفوا سبسكريبشن اللي انا داخل فيها، هذه هي ديالي، كتعطيني 7 ديال ديزاين ريكويست و2000 ديال الداونلودز في الشهر. رديت فلوسها مع الشهر الحمد لله
لله، خص غير الانسان يانفيستي شويه في راسو ويخمم في الفيوتشر. دابا ما عمرني ما غنعاود نخلص شي حاجه ديال الديزاين مع فيكسلز، خلصتها نوبا سيت اند فورغيت. بالنسبه للجيفاوي اللي قلنا لكم الخوت، فيكسلز دايرين وان ريفاند الا شريتو الانيوال بلان ولا لايف تايم بلان في هذا الشهر هذا ديال جوان. الوغ واحد منكم الا شرا الانيوال بلان ولا لايف تايم بلان ديال فيكسلز غادي يرجعوا له فلوسه كامله. بالنسبه للناس اللي محتاجين كونت ديال ماتش با امازون ولا كيعرفوا شي واحد اللي محتاجو، راه كنبيعوا لي كونت ويوصلوكم في ظرف 24 ساعه ان شاء الله. تقدروا تشريو الكونت ديريكت من السيت ديالنا اللي غنخلي لكم لتحت في الديسكريبشن، ولا كاين طرق اخرى ديال الدفع، اتصلوا بينا ان شاء الله وقولوا لنا الطريقه المفضله ديالكم ديال الدفع ونقول لكم شنو ديروا. وبالنسبه للناس اللي باغيين يتعلموا ماتش با امازون من أ حتى لزد، راه عندنا لي فورماسيون ديال ماتش با امازون، هنا غنخلي لكم لين تحت ان شاء الله. واللي بغى هديه ديال 200 نيشات خدامين مزيان، هنا غنخلي لكم لين تحت. واللي ما عندوش الوقت باش يقلب على النيشات ولا ما كيعرفش كيفاش يقلب، راه عندنا سيرفيس ديال النيشات، غنخلي لكم لين حتى هو لتحت. وبالنسبه للجيف اواي ديالي، الفائز غادي يربح كونت ديال ماتش با امازون ان شاء الله. الجيف اواي غادي يتسالى نهار السبت 11 في جوان، ما عليكم غير تسجلوا وتبعوا لي زانستركسيون وان شاء الله تكونوا فائزين. الى عجبكم هذا الفيديو ديروا واحد لايك، اشتركوا في القناه، خليوا لي شي كومنت لتحت ولا على عندكم شي اقتراح، ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات كيف ما نطلعهم، ونشوفكم فيديو الجاي ان شاء الله.